للمزيد من المتابعه والتفاصيل برحب بضيفتي عبر زوم دكتوره ديزيري لبيب مدير مشروع 2 كفايه بوزاره التضامن الاجتماعي. اهلا بحضرتك في المواجهه يا دكتوره. اهلا وسهلا استاذتي ريهام. اهلا يا فندم. يعني منذ انطلاق المشروع في عام 2018 وحتى الان، ازاي ساهم هذا المشروع في التوعيه بخطر الزياده السكانيه؟ هو الحقيقه المشروع فكرته الاساسيه ان هو بيدعم الجمعيات الاهليه علشان تقوم بدورها في مجابهه المشكله السكانيه، وده تفرد وتميز المشروع في النقطه دي، ان هي مش الحكومه بس اللي بتواجه المشكله السكانيه، لا كمان بتدعم الجمعيات الاهليه والمجتمع المدني للقيام بدوره. فاحنا بنشتغل من خلال 108 جمعيه اهليه بالشراكه معاها في 10 محافظات هي الأكثر فقراً والأعلى في معدلات الإنجاب، اللي هي محافظات الصعيد الثمانية ومحافظة الجيزة ومحافظة البحيرة. سؤال حضرتك، إحنا بنوعي إزاي؟ يعني إحنا بنوعي، بنعمل توعية وبنرفع الوعي بموضوع تنظيم الأسرة إزاي؟ إحنا بنشتغل بعدة طرق، بنحاول نوصل للفئة المستهدفة بتاعتنا اللي هي الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي تكافل بعدة طرق. أول طريقة بنشتغل بيها اللي هي زيارات طرق الأبواب، اللي هو الاتصال المباشر بالسيدة اللي في مثقفات مجتمعيات متطوعات في الأساس في الجمعيات الأهلية، أخذناهم ودربناهم تدريب جيد جدا على إيه، فهمناهم إيه المفاهيم الصحية والمجتمعية والدينية الخاطئة المتعلقة بزيادة الإنجاب وبموضوع تنظيم الأسرة، ودربناهم على كيفية تفنيد هذه المفاهيم. بيروحوا للسيدة، بيزوروها حوالي من 3 لـ4 مرات في السنة، يعني مش هي زيارة وخلاص، لا ده هو في علاقة مستمرة معاها. بيبتدوا يشوفوا بيت بيت إيه المفهوم الخاطئ، لأن بتختلف من أسرة لأسرة. في أسرة بيبقى عندها فكرة عن وسائل تنظيم أسرة غلط، وفي أسرة تانية ممكن مفهوم ديني غلط. يبتدوا يتكلموا مع الأسرة ويشوفوا إيه نقطة المفهوم الخاطئ اللي عندهم، يبتدوا بالزيارات المتكررة يشرحوا لهم يفهموهم ويوعوهم ويرشدوهم للأماكن تقديم الخدمة وما إلى ذلك. دي أول طريقة. بنشتغل بطريقة تانية، الندوات، لما بيتسألوا سؤال والسؤال ده هو بيكون صحي يعني متخصص أو ديني محتاج لرأي فتوى دينية متخصصة، بيرشدوهم لميعاد الندوة الأسبوعية اللي بتقام في الجمعية الأهلية، والسيدة بتحضر الندوة وبتسأل الأسئلة بتاعتها للطبيب أو لرجل الدين اللي هو بيكون بيحاضر في الندوة. طريقة ثالثة بنشتغل بيها في التوعية برضو، اللي هي الطرق المبتكرة، إن إحنا نوصل لهم عن طريق الفن. اشتغلنا في الموضوع ده بطريقتين. اشتغلنا للناس كلها في المحافظات الـ10 دولت عن طريق مسرح الشارع. عملنا مسرحيات بتناقش الآثار السلبية لكثرة الإنجاب وسوء على رب الأسرة أو على الزوجة، وكانت بطريقة لذيذة بسيطة خفيفة الظل، فيها قدر كبير من الفكاهة وما فيهاش أسلوب الوعظ، لأن هي دايماً الرسالة لما بتكون غير مباشرة بتصل أحسن وبتبقى التلقي بتاعها أسهل. ده حقيقي. فابتدينا نشتغل بالموضوع مسرح الشارع من 2019. السنة دي في 2021 اشتغلنا في قرى حياة كريمة في الـ10 محافظات. عملنا، كان الإقبال على مسرح الشارع كويس جدا، والناس كان ردود الفعل بتاعتها كويسة جدا وتقبلوا العرض وتفاعلوا معاه. وإحنا عملنا يعني بعض القياسات أثناء العروض مع الجمهور عشان نعرف مدى وصول الفكرة، اللي هم بطرق إحنا معلمينها للناس بتوعنا إزاي يقيسوا الريتش ويشوفوا إيه الفكرة اللي هم وصلت لهم أو لأ. ولقينا الاستجابة كويسة جداً والرسائل وصلت كويس. كمان اشتغلنا على الرجال والشباب برضو عن طريق الفن، عن طريق ان احنا عملنا نوع من المسرح التفاعلي
على المقاهي، وده زي ما قلت حضرتك استهدفنا بيه الرجال والشباب اللي بيبقوا قاعدين على المقهى.